لو حد ثبتك في دماغك من ورا بالمسدس بالشكل ده، أول حاجة هتعملها تشوف المطلوب منك ايه. هو عايز التليفون، عايز فلوس، عايز مفاتيح، اللي هو عايزه. خلاص انت هتقرر ان انت تديله الحاجة دي، بس في نفس اللحظة اللي انت هتديله الحاجة اللي هو عايزها، تكون انت اخترت حركة معينة عشان تنفذها في نفس التوقيت اللي انت هتديله التليفون او الحاجة اللي هو عايزها. هو دلوقتي عايز التليفون اللي معايا في نفس اللحظة، يعني أنا قررت في نفس اللحظة اللي أنا هديله فيها التليفون هعمل حركة معينة عشان أتخلص من التثبيت بالمسدس بالشكل ده. أهو في اللحظة اللي أنا بلف فيها عشان أديله التليفون، أهو أهو إيدي الشمال هتضرب إيده بالشكل ده اللي هناك، أهو، والإيد اليمين هتنزل هتطلع كده وتاخد المسدس بالشكل ده، هنلف المفصل كله وننزل بيه كده. أهو حد ثبتك بالمسدس في دماغك من ورا بالشكل ده، اول حاجة هتعملها انك تجاريه عشان تعرف هو عايز يوصل ايه. اذا كان تليفون او فلوس او محفظة او مفاتيح، ايا كان، نفس اللحظة اللي انت هتديله فيها الحاجة اللي هو عايزها هتكون انت قررت تعمل حركة معينة عشان تتخلص من التثبيت بالمسدس في الشكل ده. اللحظة اللي انا هديله فيها التليفون هنفذ الحركة اللي أنا اخترتها. إيدي الشمال هتضرب كده وأنا بلف، إيدي اليمين هتاخد المفصل كله وتلف بيه بالشكل ده، ننزل بيه الأرض.